السلام عليكم متابعين قناة جزيرة القطط الصغيرة في بغداد. موضوعنا اليوم من مواضيع سلسلة تربية القطط، هل يمكن الاعتماد على الدراي فود كوجبة أساسية بدون إدخال أي وجبة ثانية للقطط؟ بس قبل ما نحكي بالتفاصيل لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. أول شيء حنعرف الدراي فود على أنه هو أكل جاف متكون من دجاج أو سمك أو لحوم ويناسب احتياجهن من الفيتامينات والمعادن حسب مرحلتهن العمرية. أهم شيء بموضوعنا أنه لازم من تجيب دراي فود تجيبه نوعية زينة، وطبعا عندنا هواية مواضيع نحكي بي عن النوعيات الزينة للدراي فود. وطبعا جواب موضوعنا هو أنه ممكن تعتمد على الدراي فود كوجبة أساسية للقطط، خصوصا وقت متعوفهن وحدهن لمدة يومين أو أكثر. وبحالتين ممكن الدراي فود يسبب مشاكل للقطط إذا كنت تستخدم دراي فود تعبئة كيلوات أو دراي فود من شركة تعبانة، والشركة التعبانة هي اللي تنطي دراي فود كمية كبيرة بسعر قليل، والمربي يروح يشتري ويتصور أنه هذا الأكل هو مفيد للقطط اللي عنده، وبعدها حيلاقي مشاكل بالكلى مثل تراكم الأملاح، وهواي مشاكل تنتج من الدراي فود اللي يكون شركته تعبانة. وأما بالنسبة للدراي فود التعبئة كيلوات فممكن يتعرض لسوء خزن ما عدا الرطوبة لأنه انفتح أم التشيز اللي بيه. وبالنسبة للدراي فود التعبئة كيلوات أكو هواية ناس تخبط أكثر من نوعين من الدراي فود، وهذا الشيء مضر لأنه كل دراي فود بيه كمية معينة لازم تدخل للقطط حسب المرحلة العمرية البي وحسب وزنه وحسب احتياجه من المعادن، فمن تخبط شركتين سوا أنت قاعد تدمر القطة اللي عندك. أما الحالة الثانية اللي ممكن تتعرض لها إذا اعتمدت على الدراي فود وحدة أنه تخلي يمها مي قليل. القطط اللي تعتمد على الدراي فود تحتاج كميات كبيرة من المي، فلازم المي يكون متوفر يمها بكمية زينة ولازم يتبدل مرتين على الأقل يوميا. وبالنسبة لي أفضل أن الدراي فود الطري تنطي يوميا أو بين يوم ويوم على مود ينطي للقطط السوائل اللي يحتاجها. وحخلي لكم بالوصف فيديو عن الدراي فود الطري. لهنا خلص فيديو اليوم، أتمنى استفاديتم من المعلومات البي، وانتظرونا في فيديو جديد. مع السلامة.